السلام عليكم. كثير عالم كلموني قالوا لي يبغوا فيديو عن كيف توقف بالتزلج، ايش الطريقه اللي تتعلموا فيها بريكات وكيف. اليوم حوريكم كيف. طبعا اول شيء حتبداوا تزحلقوا على الرجل اليمين وعلى الرجل اليسار وانتم ماسكين يدكم في السور زي ما انتم شايفين في الفيديو. تجلسوا يمين يسار يمين يسار، بعدين تقلبوا على البطن من جوا السكات من جوا عشان تتعودوا على البريكات انه الرجل تزحلق معاكم. تفضلوا جربوها يمين يسار البطن والسكات من برا. بعد ما تخلصوا جربوا الرجلين مع بعض زي ما انتم شايفين في هذا الفيديو، الرجلين تزحلقوهم مع بعض في نفس الوقت وبعدين الكعب ترفسوه على برا. مرة ثانية تزحلقوا والكعب ترفسوه على برا، جربوا برجل واحدة وبعدين جربوا بالرجلة الثانية. بعدين نفس الشيء تفضلوا تعيدوا التدريب هذا لين تتقنوا. جربوا البطن من جوا الرجل اليسار وبعدين نفس الشيء الرجل اليمين البطن من جوا. تفضلوا تعيدوا التدريب لين تزبطوه تماما. الحين الرجول مع بعض مرة ثانية وتزحلقوها، شفتوا كيف تزحلقوها وترفسوا الكعب على برا. مرة ثانية تزحلقوا وترفسوا الكعب على برا، تزحلقوا وترفسوا الكعب على برا، شايفين كيف؟ زي ما في الفيديو بالضبط، زي ما انتم شايفين في الفيديو. الحين حسوي لكم هي بقوة عشان تشوفوا كيف الرشة حتطلع. أول ناحية، الحين مرة ثانية، الناحية الثانية، الحين البطن من جوا والبطن من برا، السكات. الحين الرجلة الثانية وهنا. الحين أوريكم طريقة النطاط إيش أنواعها، الفيكية العادية، الفيكية الناحية الثانية 180 درجة على قدام 180 درجة على ورا 360 درجة على قدام اللي هي 360 540 الحين 540 على قدام 540 على ورا والحين 720 720. الحين حوريكم طريقة النط وإيش وعن النط اللي حتعرفوها وإيش الأساسيات حق النط. طبعا في كل نط أهم شيء هو أنكم تنطوا من تحت وترفعوا بكتفكم فوق وتلمسوا رجولكم الناحية اليمين واليسار، ولما ترجعوا تنزلوا في النزلة تنزلوا جسمكم في النطة. خليني أوريكم كيف. النطة الأولى ترفعوا وتمسكوا رجلكم اليمين، الحين الناحية الثانية ترفعوا وتمسكوا رجلكم يسار وتنزلوا مع النطة. أهم شيء أنكم ترفعوا وترجعوا تنزلوا مع النطة. والحين عشان أوريكم كيف تسووا اللي هو النطات الثانية الأساسيات، 180 اللي هي نص نطة 180 على قدام، الحين 180 ثانية على ورا زي ما انتم شايفين. تعودوا عليها وانتم واقفين في مكانكم، اهم شيء انكم ترفعوا بعدين ترجعوا تنزلوا بجسمكم زي ما انتم شايفين بالضبط. ترفعوا بعدين ترجعوا تنزلوا. الحين حوريكم كيف تسووا 360 اللي هو 360، تسووها على طريقة 280 180 في 180 لين تتقنوها وبعدين تقدروا تسووها كاملة 360. خليني اوريكم ال 180 الاولى وبعدين ال 180 الثانية، اسرع ما عندكم. مرة ثانية نسويها، مرة ثانية نسويها لين تزبطوها وتجيبوها كلها كاملة زي 360. وبالنسبة للحركات الثانية نفس الشيء اللي هي 540 لازم تسووها ب 380 فثلاث نطات. شوفوا كيف، واحد اثنين ثلاثة، ثاني واحد اثنين ثلاثة again اللي انت تزبطوها كامل مع بعض وتصير كلها مع بعض. الحين كامل مع بعض 380 540 زي ما شفتوا again 540 بالضبط زي كده. هذه اهم شيء that way. معاكم فادي العلي من سكيت آرمي، لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب. شكرا جميعا.